عشان نقدر نفهم تأثيرات الكهرباء على جسم الإنسان لازم نعرف إن الإنسان أو جسم الإنسان بيأكت أز أ ريزيستنس، يعني هو فعليا الموديل بتاعه هو ريزيستنس. معنى إن هو ريزيستنس معناه إن إحنا بنتكلم على إن إحنا لازم نبقى عارفين على الأقل الرينج بتاعها كام علشان نتخيل الفولتج اللي اتحط عليها ويمشي الكرنت الخطير اللي إحنا بنتكلم عليه دوت يبقى في حدود قد إيه. فإحنا بنتكلم عموما على إن الريزيستنس الأساسية اللي موجودة عندنا في الجسم هي موجودة أساسا في الجلد، في السكين. اوكي، فبنتكلم على ان لو احنا بنتكلم على بنقيس من الكترود السيرفيس اريا بتاعته 1 سنتيمتر سكوير، وبنتكلم على ان احنا بنتكلم على دراي انتاكت سكين، يعني جلد ما هواش فيه اي جروح ولا فيه اي مثلا مويستشر، ما هواش رطب مثلا ولا حاجه زي كده. الريزيستنس رينج بتكلم من 15 كيلو اوم لغايه 1 ميجا اوم. طبعا بنتكلم على رينج واسع جدا من 15 كيلو ل 1 ميجا، ده بيتاثر طبعا بنسبه المويشر الموجوده، بتتاثر لو في اي يعني جروح ولو صغيره بتاثر يعني، وطبعا حسب حاله السكين نفسها لو كان مثلا في اي كشط مثلا ولا حاجه، يعني اي حاجه بتؤثر على حاله السكين بتاثر لنا على الريزيستنس. بس بنتكلم من الرينج من 15 كيلو لغايه 1 ميجا اوم. طبعا احنا بنتكلم على زي ما بنتكلم كده الرينج دوت بيعتمد على ذا بودي بارت، يعني المكان نفسه اذا كان الجلد فيه سميك ولا رفيع. بنتكلم على اماونت اوف مويستشر، يعني حاله الرطوبه بتاعه الجلد. وبنتكلم اذا كان في سويتنج او اذا كان في عرق ولا حاجات زي كده، لان العرق طبعا زي ما احنا عارفين هو محلول ملحي بيخلي الريزيستنس اقل ما يمكن. لو بنتكلم على wet or broken skin، لو جبنا بقى يعني حالة عكس اللي احنا بنتكلم عليها هنا، بنتكلم على الريزيستنس الرقم اللي موجود هنا دوت بننزل في البروكن والويت سكين لواحد في المية منه. وده الحقيقة حاجة خطيرة جدا، حاجة لازم نبتعد عنها تماما. يعني بمعنى ان احنا من الحاجات طبعا اللي هي الكومن سنس، مثلا لما حد بيجي يمسك حاجة كهربائية ما ينفعش ان هو يمسكها وايده مبللة، وده حاجة لها علاقة بالكلام ده. كل ما كان شخص يعني في وات يعني سكين موجود عنده، كل ما كان الريزيستنس اقل، كل ما كان احتمال يمشي فيه كارنت اعلى بيبقى اكبر. لو بنتكلم على الانترنال ريزيستنس بقى، يعني بنتكلم اللي كنا بنتكلم عليه ده السكين نفسه، السكين اللي هو مجرد ان احنا بندخل من بره من خارج الجسم لداخل الجسم. داخل الجسم طبعا احنا بنتكلم على سيلز، بنتكلم على اكسترا سيلول فلويد، بنتكلم على بلاد، بنتكلم على حاجات بالشكل ده كده. كل الحاجات اللي موجوده دي عباره عن يعني فلويدز او حاجات شبه الفلويدز، فيها داخلها فلويدز، والفلويدز دي مليانه املاح، فبالتالي الريزيستنس بتاعتها بتبقى قليله للغايه. فبنتكلم مثلا على الريزيستنس الموجوده عندنا مثلا بتاعت ايتش ليمب، يعني كل مثلا الارم مثلا او الليج او وات ايفر، بنتكلم على 200 اوم، يعني داخل الارم نفسها 200 اوم. بنتكلم على الترنك عشان طبعا السيرفيس اريا بتاعتها اكبر، يعني لو بنتكلم على ده ان هو كده كوندكتور، السيرفيس اريا زي ما احنا عارفين او الكروس سكشن كل ما كبر كل ما كان ريزيستنس اقل، فالترنك ريزيستنس بتاعته 100 اوم بس. فمعنى كده لو بتكلم على ريزيستنس بتوين تو ارمز مثلا، بنتكلم على 200 زائد 200 زائد 100، بنتكلم على 500 اوم. بنتكلم برضه ريزيستنس بتوين ارم ولاج، بنتكلم على 200 100 200، يبقى معنى كده برضه 500 اوم. طبعا الريزيستنس قليله جدا بالنسبه للريزيستنس بتاعت السكين، فايتس فيري امبورتنت ان احنا ناخد بالنا ان السكين ده هو ده اللي بيمنع في حالات كتيره ان احنا نصاب بصدمه كهربائيه، لان هو فعلا هو الريزيستنس بتاعته اكبر بكتير جدا من الريزيستنس بتاعت الاعضاء الداخليه في جسم الانسان. فبيسكلي اي بروسيجر ذات لورز اور اليمينيتس يعني سكين ريزيستنس انكريزز ذا فولنربيليتي تو مايكرو شوك. يعني بتكلم مثلا على سبيل المثال لو بتكلم على الباي بوتنشال الكترودز، لما بنحط الجل ده بيريديوس السكين ريزيستنس نتيجه ان هو بيبقى فيه مويستشر، فمعنى كده ده بيأثر معانا. يعني معنى كده لما اجي احط الالكترود بتاع الاي سي جي ده كده بيعمل لي ريسك علشان هو بيخلي السكين ريزيستنس في المنطقه اللي فيها الالكترود بتبقى اقل. لما بتكلم على الكترونيك ثرمومترز اور امبلانتبل ديفايسز، بنعمل باي باسنج تماما للسكين، يعني الثرمومتر بيدخل مثلا داخل الفم. اوكي، فمعنى كده ان هو خلاص ده باي باس، خلاص الجزء الخارجي من الجسم، يعني ده هو دلوقتي دخل بقى انترنال دلوقتي. فمعنى كده لو هو الكترونيك، يعني معنى كده في الكتريسيتي موجوده، يبقى معنى كده ممكن يبقى برضو في خطوره اكتر بكتير جدا من الخطوره بتاعت حاجه خارج الجسم. لو بنتكلم على امبلانتبل ديفايس نفس الكلام، لما يكون عندي ديفايس امبلانتد او مزروعه داخل الجسم،
يعني اي الكترونيك ديفايس مزروعه داخل الجسم برضه يبقى الخطوره منها اكتر بكتير جدا من اي ديفايس موجوده خارج الجسم.